عليكم يا أهل متابعين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى منكم أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما ديما جيت باش نكمل لكم القصة اللي عجبتكم، وغادي ندخلوا مباشرة القصة بلا ما نطول عليكم. من بعد ما زيدان كان ملاوح مسكين في الدوش، أمه مسكينة داتو نيشة المسحة خاصة. دخلوا عائلته وناسو ودخلوا وراه يتجاراو. مينة تبكي ونصر تالف مسكين حس براسو بلا خوه والو، من ديما معول عليهم خليه هز مسؤولية كل شي، ودابا بلا بيه ما عارف ما يدير. ولما يعيط وقفو كيتسناو في داك الكولوار اللي قد ما طويل قد ما مشات وجات فيه مينا كتر من 100 مرة بلا ما تحس. الحرقة اللي شعل في قلبها حتى ما كتزيد وما كتطفاش، قلبها مقبوض عليها وخايفة هاد النحسة اللي نعس ولدها ما يزكعاتش من وراها. أزيد من ساعات وما كيتسنى، وشحال صعيب الانتظار وشحال قاسية اللحظات ديالو وتقال دقايقو وساعاتو. خرج طبيب المستعجلات وعلامة الحيرة على وجهه، كيسقسي على عائلتو تلاقت ليه نزهة بأمل وكلها لهفة تسمع خبر أنها تفرحة. أمدرا ولدي فاق ولا شوية وشنو عندو عافا ولدي؟ طبطب على كتافه وقال غيفيق ما عندك مناش تخافي الحاجة، هنخرجوه من هنا الإنعاش وطلعوا الفوق عند الدكتورة هي اللي غادي تقول لكم كل شيء. نعت ليهم فين أمشى قلب مينا صوت دقات وبدو كيتسمعوا فمها نشوفوا رجليها تحشو. سندت على نصر الدين ومشوا بخطوات تقال، هزيتها الجاكيت ولدها حتى إلى فاق وجه البرد تعطيها ليه لبسة غدا مكوش عليها حتى وصلوا البيرو فين نعتوا ليهم. دق نصر الدين ودخلوا كان الدكتورة كتسنى فيهم، أشارت ليهم باش يجلسوا دقائق قبل ما تهدر. دازو تقايل على يمينه وما كرهش تدخل لعقله وتعرف شنو فيه. ما عندي ما نخبي عليكم، مات ولدي هك ولي ليا مات، تهدني انا لا ولدك مازال عايش والله يخليه ليك وتفرحي بشوفته واقف على رجلاته. شنو المشكل ديالو دكتورة؟ ايوا على حسب الملف الطبي اللي قدامي مسيو زيدان ما كيعاني من حتى شي مرض، دونك دابا ما نقدروا نديروا والو. دخلنا الانعاش حيت حتى ما كتبشرش بالخير، على اقل نعطيه تخيطمو، ومن الغداء الى ما كانش تحسن غنديروا ليه سكانير واللي ريم ومن تما غادي نحكمو. واش ممكن نديروا نديوه لبرا يتعالج تما؟ كيف هنا كيف لهيه، والهضره اللي سمعتيها مني غادي تسمعها منهم. السبب ما واضحش والتشخيص ما نقدروش نحكمو عليه، من ساعات الاولى كاينين احتمالات وكيبقاو غير يعني غير وارده. نتمنوا خير. خرجت مينا محطمه مش نسمعت، ما قدرتش تمشى على رجليها، جلست على الكرسي ودارت وجهها بين يديها وبدات تبكي. جلست حداها نزار عن النقاب بقى كيصبر فيها ويواسي والبكاء علاش الوالده غادي يكون غير الخير. واش الولدك تقرر فيه شي حاجه؟ راه غير حتى مصداع انا وبغى يرتاح منا، العقل مرفوع وعن به غير الله وما كرهاش تشيخ كلامه، ولكن الواقع شكل اخر. بالطليب والرغيب نوضها من تما ودها للدار بحجة، قلت السامع عنده باش غادي تفيدو، هو في الإنعاش ما غيخليوها لا تشوفو ولا تدخل عنده، اللهم ترتاح على الأقل واحد فيهم يبقى بصحته. كان عليه المغرب، مشاو بزيدان ورجعوا بلا بيه بلا تا شي حاجة. طلعت لبيتو هزات وساتو كتشم ريحتو تبكي كيف تدير بلا بيه، ما تقدرش على فراقو. مات راجلها وهي مازال صغيرة وهو اللي تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية ديال خوه ومو، وكان يجيبها من فم السبع ويوكلهم. ونهار ترقى ولا مهندس يتضرب ليه حساب، ما نساهمش معاه، بقات كلمة مو فوق كلمته اللي بغاتها هي اللي غادي تكون. شحال قد تفكر ولا تقول ضلت على داك الحال اللي الكل ما شربت جغمة وما كلاتش دغمة، بغات غير امتى يصبح الحال تمشي لعنده على امل تلقاه شوية. غفات في بلاصتو محسس براسها تفاقت على اذن الفجر، تفضات وصلات ودعات معاهم مع وليدات المسلمين ومشات تفيق في ناصر باش يمشيو. داكشي اللي كانوا اول وحدين في المصحه، بقاو كيتسناو شحال حتى رجعت الطبيبه اللي كانت مشات تعاين حالته وتعرضوا على سكانير. شنو عندها دكتوره؟ ما كيعاني من حتى شي مرض عضوي، والا ما كانش مريض شنو غيكون عنده؟ علاش طاح مناط؟ ما نقدر نقول لكم والو من غير غنتسناو ونشوفو ونتمنوا خير. دعيو معاه بقلب حتى مسات فوفا السما وقالت لهلا يوريني فيك ما يضرني يا ولدي ولي سمعني لك خبر خايبه. يا ربي الا كان هذا ابتلاء من عندك تختبر صبري فيه، انا حمدتك وشكرتك عليه. قال صف سيجوريه وكامل وحاطه الوان واوراق الرسم وعطيه يخربق ومشجعاه.
نزهة كانت بعيدة عليها، كتبدوي في التليفون وكتعاود مع اختها. جالسة حاطة يدها على خدها ومرة مرة تبوس يد كامل وتعنكش لي شعره، حتى صون التليفون هزات وهي تطلع ليها نمرة عدنان. هاد الاخير اللي من نهار زيارة نزهة ليه المحل وهو كلا ما كاين خر فيه وصار ليه في العظام، ما تقبلوش وبقى فيه الحال، ولكن عطاها الحق وفكر فيها تفكير منطقي وعرف الى تزوج بها غير غادي يظلمها معاه، هو عاش حياته وشنو غادي يدير مع وحده قد بنته وما كتبغيهش، قلبه معلق بواحد اخر ومها رفضت زواجهم. داكشي علاش قرر يلغي الخطبه وينسى. ناضت من حدا ولدها ولكن عينيها بقاو عليه، جاوبته يدها على اسفل عنقها كتمسي فيه من التوتر. مسي عندنا لاباس انيسه مريم، عيط لك باش نقول لك الله يسخر لك في ولد الناس من نفس عمرك، تكوني باغاه يكون باغيك، كنت غنرتاك بغلط بزواجي منك ولكن والله الحمد تراجعت عليه. سمحي لي شغلتك هاد الايام، الزواج قسمه مناسب وواضح نسيبنا ماشي بزوج. جاوبته برضا وقالت بصوت عادي ما تاثرتش بكلامه وراضيه بالقدره، خيره وشره لعله خير. خسرت عليه هاد الكلمه وقطعت التليفون ورجعت جلست حدا ولدها وكتدوي مع راسها وكتقول ويلي ياك ما انتقمت من راسي بخطبتي ليه وربي حيت كيبغيني ما بغاش يعذبني وبعدني ليه. سبحان الله رب هي من صلات صلاه الاستخاره ربي دليها كل ما هو خير. جالسين على الطبله ديال الفطور ناديه لابسه كندوره بلا مفتوح، وجهها على طبيعته تلقى شعر المموج وبجنبها عيشه كتكب ليهم حليب وقهوه، وعلى راس المائده كان مراد بحكم ولا راجل الدار ساكن معاهم. عيشه ما مخليهش يحس بالنقص ولا يحس براسو ما عنده قيمه، اعتبرته بحال ولدها وكلام كلامه. كانت الطبله موجوده محطوط عليها كاع اللي كيتشهى الخاطر، فطور مغربي اصيل دايزو الكلام. ناديه كتاكل بالشهيه والفرحه باينه على وجهها، علاش اللي ما تفرحش وهي العقده ديال مشاكلها تحلو ومرادها هو بجنبها وكلشي عرفهم رجعوا بعضياتهم وكيوجدوا النهار اللي غيجمعوا فيه الحباب. وعيشه اللي بالها ارتاح وهنا على بنتها والفرحه ما سعيتهاش، وهي كتشوف فيها الحمد لله كتاسس عائله والواعر انها قدام عينيها ومعاها وما بعدتش عليها كيف خوتها. واخيرا مراد اللي قلبو كان مقسوم على زوج من اللي بالو هنا من جهه ناديه تقدت الامور معاها ورجع تهول على صاحبو زيدان وحس براسو ضايع هو ما عارف عليه حتى خبر، كان كيشوف قهوته وساوي وكيفكر. 3 ايام هو كيسوني ليه وكيلقى التليفون طافي، داز للشركه وما لقاش فيها ما عرف ماله، بالو مهناش حس وقعت ليه شي حاجه، تشطن عليه بلا قياس. مهما كان كيبقاو صحاب والعمر ما دوزوش قليل بيناتهم، عشرة وطعام لي ما يهون غير على ولاد الحرام. انت بلهات لي عيشه عرفاته ماشي على برجو باش ما تفيقش بنتها لضرب الحجر، ما قالت ليه والو ديك الساعه، خلاته حتى ناض من طبلة الفطور حتى تبعاته. مراد هز صور التليفون وخشهم في الجيب بس ناديه من حنكه انا مشيت نضرب طلع الخدمه ونجي. واخا رد براسك في الطريق، سبقاتو عيشه دارت راسها غادي الكوزينه ومشات وقفات ليه برا دار بغى يخرج ويتصادح بيها. مالك ولدي شنو عندك شفتك مهموم؟ ما عنده ما يخبي ليها ديجا عارفها، سمعت الحوار اللي دار بينه وبين زيدان قبل دار مريم، غير مشطون على زيدان اخر مرحلته ما كانتش هاديك، وهاد يومين كنعيط عليه ما كيجاوبش. علاه ما عنده دار تسول عليه فيها؟ سمعني ولدي واخا كاع اللي دار ما عرفتش علاش عز عليا داك النهار، شفت في عينيك عذاب الضمير اللي ما كاين ما وعر منه. هذا كان مراد ولدي راه صاحبك، كبرتو بزوج ودوزتو مع بعضياتكم شلا حويجات من جانب الخاوة والصحبة والدين وتسول فيه لله. مراد الهضرة قادت ليه كتافة يبوس على راسه ويحرك ليها راسه بالإيجاب ويركب طونوبيلتو، الطريق كلها وكيرجع يعيط ليه وفي نفس الشي الهاتف مغلق، عيط في كاع النوامر اللي ممكن توصل ليه، عيط البيرو في نفس الشي ما شافوش ما عندهمش عليه تخبار. هو يتفكر النمرة ديال أم زيدان اللي مسجل عليها ماما مينا، صونا ليها بلا ما يتردد وديك الساعه جاوبات بصوت باكي خلاه يبارك على غفله جنب الطريق بلا ما يدير سينيال. شو وقع الوالده؟ فين كان مراد؟ ويلي فين مشيتي وخليتي صاحبك وخوك كيموت؟ نهار تبلبكا بقى كيسمع من عندها غير العتاب، حتى خطف ليها ناصر دي التليفون عاود ليه شنو طاري، لح مورا التليفون وكسر بالجهد غادي مخلوع وقلبو ما كانش مهني عليه، غادي وكيضرب على داك الفولون
الفولون ولا وكيقول كنت عارف عندك شي حاجة، كنت عارفك ماشي تلتما، علاش وصلتي راسك لهاد الحالة صاحبي؟ علاش انزل من الطوموبيل بجهالة وتخلاك نينيك بالعقل ولقى ناصر على برا كيدوي في التليفون؟ سالم هو وياه سلام الرجولي، زوج رجال قد قد في الطول والجريدة، ولكن داخل ديالهم عالم به غالله. امتى وقع هادشي؟ شنو كيقول الطبيب؟ ايوا نتسنى ويفيق، ما عرفوش اش عندهم، مازال حاطينه في الانعاش. والا ما عرفوش هما شكون اللي غيعرف الحيط؟ شكون هاد الدكتور اللي مكلف بحالته يعطينا التقرير انا نتكلف؟ واخا واخا اجي معايا. مشى ناصر ديال عند الطبيبه المكلفه بحال زيدان ياخذ من عندها دوسي، اما مرات كان على برا كيدوي في التليفون معصب ويمشي ويشوف داك القنت، كل شرد ليه البال. واخا الله يحفظك اخويا، انا نتسناك تجي. قطعوا دار عند ناصر الدين اللي خرج ووقف حداه. عيط لواحد الدري كنا كنجلسوا معاه هنا وزيدان، دكتور كبير معروف، هو جاهي ويقول لنا اش كاين. واخا خويا الهلي خطيك، فين هي الوالده؟ ناصر الدين غير جبد ليه سيرته ويصوت بالتعب وبال مشغول، كاين لتحت قدام الانعاش، ما باش تبقى في الدار، ما بقيت عارف ما ندير مع هادشي. ما عمرني تفتحت فيها خويا، ما نكذبش عليك. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. نزل لتحت بالضبط القسم ديال الانعاش، القومينا حاطه راسها على الزاج وكتدوي مع ولدها اللي بقات غا كناست، واما روحو معلقه كانت كتبكي وتعيط عليه، حتى شافت خيال وصوره ما واضحهاش من الزاج، دارت تشوف شكون، وبنصف ابتسامه شاف فيها وبنضره حزن قرب عندها يسلم عليها، غير شافت وجهه كانها شافت ولدها، عنقاتو بلا ما تحسو، بدات تنخصص بس راسها كيحاول يطمئن عليه. ما تبكيش امي امتي، راه غادي يولي بخير، خليتي صاحبك ياك، وشوف واش طراه ليه، شوفي حسبت لك ما عارفاش راكم قاطعين الكلام، وشوف خوك مراد بقات غير النفس اللي كتطلع وتهبط فيه. زيدان كان وباقي كيف السباق، قريب ان شاء الله تشوفي حداك واقف على رجليه ونساو هاد الايام. مسحات دموع اللي خانوها وتسابقوا على خداش، كنت تنزل قبل، نعطي عمري على هاد النهار، غيفيق ليا عنقه بالحزن قلب صوت مجروح. الله يخليك لينا ميمتي، غيولي مزيان ما تخافيش، كون غنعرفو واش عنده. والو حتى حد ما عرف، بعد عليها وقاد ليها شالا ومسحت معها. عيط لصاحبي، ها هو جاي ويقول لينا اش كاين، غير يحي بالك. قطع كلامهم صوت تليفون مراد، كان هو الدكتور مهدي، دكتور مختص في الطب الباطني اللي وصل للمصحة وجلس مع الطبيبة اللي مكلفة بزيدان، وشرحت لي حالته، عاد عيط عليهم وشرح ليهم بنفسه ووضعه بعد ما تأكد. سالم هو مراد سلام حار وتأسف من مينا على الحالة دولدها، رجع لبلاصتو كيشوف التقرير اللي كان مع مراد، قراه مزيان وقال كيف توقعت، زيدان عنده مشكل نفسي هو اللي مأثر عليهم خليه في هاد الحالة، ولا باش نسميها مزيان وتفهموها، زيدان الأوعية ديالو دخلوا في غيبوبة اللي صعيب نقدروا نفيقوه منها إلا ما بغاش هو. قالت الأم اللي صوتها خرج باح بالبكا، اش كتعني هاد الهضرة؟ ولدي غيبقى هنا وما هو حي ما هو ميت. تحطت يد مراد على يدها كيهتم فيها، واخا كان كتر منها، تهدني الوالدة وتكيسي لصحتك، شوفي حالتك كي ولات، كيفاش نتكايس على راسي ولدي بهاد الحالة، ورا قلبي كيتشوى عباد الله، وكبتي كنحس بيها كتقطع عليه، شنو اللي وصلك لهاد الحالة زيدان؟ شنو بغيت نعرف؟ كلام اللي قال الطبيب للجمل سال الكل، وعرفوا باللي واخا يديروا المستحيل الا ما بغاش زيدان يفيق راه ما غاديش يفيق. بزز باش قنعوا مينا ترجع للدار ترتاح حتى ناصر وقلع مراد لدارو. النهار بالنسبه ليه سهله، واخا يلا الصباح كان غادي صايب كيفكر صاحبه وكلامهم القديم مع بعضياتهم والخرجات ديالهم بجوج، صهيرهم كيفاش كان كيتعصب عليه ملي كان كيدير شي زبله، بكى مراد على خاطرو حتى شبه وقلبو تزير، حيت صعيب تشوف انسان كتبغي بين الحياه والموت، واخا عامين اللي فرقاتهم المشاكل وتخاصموا فيها، ولكن عمرهم حقدوا على بعضياتهم ولا كرهوا بعضهم، كل هاهز من خاطره، ولكن الجامي خرجوا من قلوب بعض. وخير دالي النهار تحديدا وحسب راسه بحاجة، عيط عليه، عيط على مراد وما ترددش، ونهار هذا الاخر تشطن على صاحبه وصوب فيه وما تكبرش. وصل قدام الدار وبانت ليه طوموبيل تنادي، ما كاينش عارفة مشات للخدمة. في العشية كانت جالسة مريم في بيتها كتقرا شوية القرآن بعد ما صلت المغرب، قلبها مقبوط وطيح ليها الضيم، كتحس كل شيء كحل قدامها وما حامله حتى حاجه، كترز من الاذكار وقرات القران باش ترتاح شويه ويتفاجأ قلبها. اما الخواتات بجوج كانوا لتحت في الصالون كيهضروا بيناتهم، هضره جبدت هضره حتى وصل الموضوع لزيدان اللي جبدت عيشه سيرته وعاودت نزها
كل ما جرى ليهم طق طق حتى السلام عليكم، لان مراد عاود لها كل شيء. في ذاك الوقت مريم كانت كملت القرايه ونازله لعندهم، تلف معاهم حتى جا على المسامح ديالها اللي تقال. حلات شالي كانت مدوره على راسها وحاسه براسها تخنقات، وفي النفس ما بقاتش كتطلع وتهبط، حتى قزات في الدروج الضهم رجليها عندها وقلبها بغى ينفجر. مشنو كتسمع؟ واش غادي نقول لك اختي؟ كيعاود ليا مراد قال لي حالته ما كتبشرش بالخير، مسكين حسن احسن عوان امو، راجل قد الخلا يدح منك في رمشة عين بحال عمرو كان. ايوا لا اله الا الله، اي والله يشافي. هادشي اللي غادي نقوله دارها لراسو، كنت فكر غا حالته اخر مره كيف كانت نهار خطبه مريم. ويلي شحال بقى فيا، هو كيبكي وكينضم في راسو على اللي دار فيها. دارت يتعلف امها وهي كتسمع، وبدات كتبكي وكتسرعد، وبقى فيها الحال عليه، لان كيف ما كان الحال ما دوزوش القليل، واخا ضرها ولكن كيبقى بغاته في واحد الوقت، ومازال كتبغيه واخا كتكذب كتكذب راسها. زيدا اول راجل عرفات معايا الحب وحلات عوينات عليه وخلاها تحس براسها انثى، وراها كيف كل اهتمام بغاته وعشقاته بكل ما فيه من التفاصيل. دخلت في حرب كبيره مع قلبها باش تنساه وتدفنه. صحيح نجحت انها تبرد الحرقه ديال الخيانه ديالو وغدروا ليها وشوق، ولكن الحب في قلبها كان باقي ورجع حيا فيها اول ما سمحات وطلقت به. قبل ما يشوفوها طلعت كتجري لبيتها وعدت على فمها وكتشق، باغا تشوفو باغا تزورو وتعرف احواله. وفي لحظه الضعف منها قصدت لماريو كتجبد الحوايج باش تمشي لعندو، لكن سرعان ما رجعت حطاتهم واستغفرت الله. ما عندهاش الحق، شكون هي اللي تمشي عندو لتما؟ كيبقى شخص ماشي من المحارم ديالها. اتجهت القبلة وبقلب حزين صلات ودعت مع هادشي اللي تقدر عليه هاد الساعة. طلعت نزها على خفلة تكلمها، تنزل تشرب اتاوية تشوفها في قصة هي كتبكي وهزة كفوفة لسما وكتقول يا ربي تشافيه يا ربي يا ربي تشافيه وتعافيه. خرجت نزها قبل ما تدخل وخلاتها على خاطرها، فهمت بلي عرفته مريض وتأكدت بلي مازال ساكن في قلب بنتها ومعشش فيه رغم كاع المشاكل والأحداث، ويعني في سوء الفهم اللي صرا بيناتهم بجوج، حيت كيبقى الحب أقوى من أي اتفاق. غير صبح الحال وطلع النهار لبس حوايجو وخرج مخلي نادية ناسا ما جايبة للدنيا خبار. مشى لكني اللي كانت صاحبه يجلس معاه ويعاود ليه، وخا ما غيجاوبوش مهم يسمعوه. هادشي اللي وصى بيه الطبيب باش تحسن حالته، ومراد عازم يدير كاع اللي يقدر عليه غير يشوفه مزيان. وصل هو الاول شرب ليه قهوه يفيق بها مخو اللي ناعس، والميزاجوغ ديال راسو اللي ما بقاتش مكرهش يكمل، ولكن غتبقى فيه الريحه وممنوع. ملي صال وصل الجناح فين كاين زيدان عطاو لي باس طبي يلبسو، عاد دخل عندو الغرفه فين حاطينو. شعرو مخفل حيتو كبرات تحت عينيه كان كحل، وجهو معصور ساد عويناتو ما حالهمش ما حاس بشنو داير بيه. خذ الكرسي وجلس مقابل معاه، رجل لرجل بدا يدوي بصوت مسموع، وغالب عليه التنهيده طالعه من القلب وعمره الحرقه من جهه صاحبه اللي حالته مسكين ما كتبشرش بالخير. اه يا زيدان وفي نفس قلبك تحنا شويه حتى يدي ركبت وقال كنتي كتقول لي كدور فيا ملي كنوريك شي بنت وكنقول لك عيش حياتك وشوف راسك تغوت، كتقول ما عنديش القلب اللي غنحل لشي وحده، وداكشي تاعت ليا ما عنديش معاه، والحب ما مدخلوش لراسي ما مآمنش به. شكون يتيق بلي هذيك اللي ما كنتيش معتبرو كاين يوصلك لهاد الحاله؟ ها سكت وبقى شحال حاضي الملامح وجهو اللي بقاو هما ما بان عليهم حتى تاثير، هو يشد يده مزيره ليها. وانا تخويا بارك عليك راني محتاجك بجنبي، واللي بغيتي ديرها انا معاك، ونوض ونوض وارسك على حسابي. مريم لي ساكنه قلبك والله لغيرك لا كانت، غير حل عينيك راني ولفت عليك صاحبي قوي. وجبل ما يهزك الريح ما ديتش عليك تجبد بحال هكا وتستسلم، بغيتك تخرج عينيك تحارب وانا معاك، وعمرني ندير ظهري عليك. عرفتك مقلق مني وبزاف حيت حملتك مسؤوليه، غوت عليك خاصمتك، ولكن فوق القلب كنت ديما كنتفكرك وكنتي ديما في بالي بالحق، كنت نتسناك انت اللي تجي عندي وتحذرني. وانا اخويا الله يهديك، وانا راه امك حالتك حالتها بلا بيك، وخدمتك واقفه من نهار سديتي يعني كلشي كيسوي عليك، بقى كيدوي معاه شحال ويلومو، مره يطلب منو السماحه مره يتلي ريق معاه حتى دازت اكثر من نص ساعه. اشارت ليهم رضا من بعيد باش يخرج، هو يوقف طبطب على يديه وقال غنبقى نجي عندك يوميا
ونبقى ندوي معاك كل نهار كثر من قبل. جا الوقت فاش يوقف مع اخوه، انا ندوز الخدمه ونمشي لعندو الا كان فاش نعاون. مين حطت يدها على الكرسي حداه وقالت ليه تعال يا ولدي حدايا بغيت ندوي معاك. قرب لعندها جلس. ياك لاباس، خصك شي حاجه؟ خاصني انت صاحبه، لو كتعرفو اكثر مني انا راضي عليك. الا ما قوليش شنو وصل لزيدان لهاد الحاله، شنو السبب؟ الله يخلي لك بعز عليك وليدي، ما ريحني الله يرضي عليك. قول لي شنو كاينه مراد، ما غاديش يجي زيدان وينهار هكذا بلا سبب؟ انا حاسه شي حاجه ورا هادشي. شاف حتى عيا ولقى راسو بلي من حقه تعرف، ما ربما تدخل ويلقاو حل. ايوا غادي نعاود ليك، ونتمنى ما يتقلقش مني الى فاق. صدمة سمينة بشنو سمعت، دارت يدها على حناكة اللي كانوا غيطرطقوا بالحشمة. لا 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 لا، هذا ماشي زيدا اللي يديرها، كان ولدي مربي ما يظلمش ويضحك على بنات الناس. لا ما نتيقش، واخا نشوف بعيني. كانت كتبكي وزادت حرقتها من الهضره اللي سمعت، عارفه مراد ما كيكذبش عليها، وداكشي اللي قال كله صحيح، وما عرفت فين تدي وجهها، وبقات حانيه راسها وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علاش يا ولدي؟ علاش تضحك على بنت الناس وتلوح هذيك اللوحه؟ ها انت كما تدين تدان، واللي درتيه فيها راك سير تخلص بها. علاش زيدان يا ولدي؟ علاش انقل عنده عزت عليه صدمتها كبيره، ولكن كان خصها تعرف هادشي. الوليده فاش هادشي الوليده فات عليه، جايه لثلاث سنين، البنت زوجات وولدت وراجلها مات، ورجعت خطبات من نهار خطبتها جات لبابها وحالته ما كانتش هي هذيك، وبيدي وصلت وصل للدار، وما كانش عند بالي غيوصل لهاد الحاله. هو راه ندم وندم بزاف، عاقب راسو براسو والدليل هو قدامك، شي اللي فيه مجبد. ودابا كيتسنى غير نوقفوا معاه حتى يتخطى مينسا. البنت غتزوج وهو خصو يتقبل هادشي ويكمل على حياته. يعني هضرته ما دخلاتش ليها الوزن، حتى قالت ليه وديني لعندها بغيت نشوفها وندوي معاها، نعتذر مني على اللي دار ولدي فيها. واش متاكده هادشي؟ ما كيحتاج التفكير، ديني دابا نيت. مراد ما قدرش يقول لا، زربت عليه سبقاته، هو تابعها ويقول في خاطر الله يخرج هادشي الى خير. ركبوا في الطوموبيل في طريق، اخذت الورد والشكلاط، ما تقدرش تدق على الناس بيديها خاويين. وصلها مراد قدام الباب، كان باغي يدخل معاها ولكن رفضات. صافي غير سينتا، انا رجع في الطاكسي، ما بغيتش ندخل معاك حتى لهنا. والله يرضي عليك، الله يعطيك التيسير وليدي في خدمتك، الله يعاونك. بقات واقفه كتسنى فيه حتى مشات، تقدمت من الباب سونات ورجعت للور. سمعت صوت مرة كبيرة وبعقلها قاصدة الباب تحل وكتقول شكون. كانت نزهة اللي حلت عليها وقالت السلام عليكم، شحب الخطرة لالا؟ طالبة دي في الله إلا قبلتو عليا، وعافت باش تجاوبها من غير أنها تحليها الباب وترحب بها. وجهها نقي بحال قلبها، وبين عليها بنت الأصل والضل كبيرة وما كتخوفش. أدتها للصالون في كاين عايشة اللي غير شافتها غمزت ختاب معنا شكون. مين حطت شنو جابت ومشات جلست وقالت هي كتشوف في الارض، ولدها ما خلى لها فين تهز الراس. انا لالا ام زيدان، اكيد عرفته. الابتسامه اللي كانت راس من زعل وجهها تلاشات ملي سمعت سميتو، وحضرت عليها عينيها وهي تسمعها. قالت من حقك تنزلي عليا عينيك وتنوضي تجري عليا كاع من دارك، حيت اللي دار ولدي ما كيديروهش الرجال، وكل اللي طرى لبنتك وقع لبنتك، وراني دخلت الحبس. من حقك، والله من حقك ديري كاع اللي درتي دابا، ولكن وليدي طاح فيكم نتوما بنت الناس والاصل. وبين غمن وجهك لنزها، ياك ما غلطت شايف السميه. هزت لنزها راسها بلا ما تتكلم، اشنو غتقول ليها؟ وباش من وجه تشوف فيها ولا تضحك ليها. قربت منها مينا والحشمه كاسيه من تسال راسها، ولدها ما بقى خلى فيها فين تعطي وجهها. واخا نقول لي قلت قد ما اعتذرت، حتى حاجه ما تفك ديك الحاله اللي دار زيدان، خصوصا انكم فقدتوا العزيز بسبب اللي طرا. هدرتي دابا ما غاديش تبرد النار الفلقه والفعله والحرقه اللي شعلها فيكم، ولو دات عليها وقت الدقه تتبقى عليها نذبه ولا اماره. وبحكم انني مجربه وعارفه حقها، داكشي باش جيت اختي نعتذر منك ونحاول نبرد نارك. انتقت عيشه بقى المحروق بلا ما تشوف فيها، نار الفعله بردات ودوزوا عليها عوام، وجاو الناس غيركم طفاوها، وقيلة تعطلتي باش جيتي يا لالا. وربي شاهد، عاد هادي شي ساعة باش عرفت الموضوع،
وكون ما مراد ولدي الله يرضي عليه عمرني كنت نعرف ولا نسق الخبار. رجعت شفت في أم مريم، ثقي بي يا أختي نزهة، كون عرفت قبل ما كنت شاي وما عمرني نرضى بالظلم. ولدي دلمكم هو تعدى عليكم، ها هو تيخلص، راه باش أديتي تتودي، وكيف قلت قبيلة ربي شاهد على اللي غادي نقول. جاي نعتذر ونعاود أختي ونطلب منك السماح أنتي وبنتك. ولدي عمتو كانت عزيزة عليه وعند بالو باللي نتاقم غادي يرتاح تا غير عدى براسو هنا وتقلد نبول هيه. الموضوع ديال عمتو كان وسيبقى مكتاب اللي بغى ربي هو اللي دارو. يعني ولدي شد الريح مقلوب وظلم وجرح باللي دار بزاف ديال القلوب. ما عندي دابا ما ندير، ما نطلب من الله يغفر ليه، وطامعة فيك وفي بنتك تسمحوا ليه. ربي اللي عالم بحالته، لا هو من الناعسين ولا هو من الفايقين، مجبد قتلته وحرر النفس اللوامة وقطع لي حب بنتك. وأكون غير كان كيبغيها ما غيديرش ليها هكا. يقدر ما كان شي كيبغيها، ولكن دابا كل شي تغير. ولدي بعد ما ظلمها ربي بلاه بحبها باش يعيشو شوية من اللي عيشها. بعدا هي طلعت بمية راجل وربي جا من جهتها وقدرت تحمل وتساعف. أما زيدان راه مجبد لها نهار تنفيقو ولا الطبا عرفو ادوه حارو في حالته. قاع الطبا لي شافو تيقولو دماغو تصدم وفضل يدخل في غيبوبة على أنه يواجه. في الأول ما كنتش عارفه وتنقول مستحيل، زيدان عمرو كان عنده شي حاجة اللي تنغص عليه حياته، ولو أني لاحظت أنه تبدل حتى عرفت اليوم السبب. وبيني وبينك ما استغربت شاي، ما استغربت شاي من سبب الغيبوبة، حيت كون كنت في بلاصة راني نحشم حتى نشوف في الناس. المهم كيف قلت لك أختي، أنا طالبة وطامعة فيك أنتي وبنتك تسامحوا بحق وجه الله والنبي يا رسول الله. أنا سامحته شحال هادي وفتك المقام، وقلتها لي نهار تلاقيته وانا تنعاودها ليك دابا. الله يسمح لي وعلينا، الله يشافيه ليك وله لي يضرك فيه. كانت هادي مريم اللي جات من دار الحفظ وسمعت كلام ام زيدان وكيفاش كتدوي بحرقه وندم. هزت مينا وجهها وشافت فيها كانت نور على نور، اللباس محتشم، وجه باري، والجمال رباني. هنا عرفت ولدي علاش غيب وتلف، ومنين سمعها غتزوج. وقفت جات لعندها حاله دراعها وعنقتها كتطبطب على ظهرها وقالت اللهم بارك فيك يا بنتي وارحم من رباك وسبحان من هداك ونورك. قلت يا خالتي ما تبقيش واقفه. جلست مينا وجرتها جالسه حداها شاده يدها مزيره عليهم. انا حشمانه منك يا بنتي، وجهي دايره ورايا، جيت عندكم اليوم ما قدرتش نصبر مورا، ما سمعتش نضره كيف قتل ماماك وخالتك. ولدي عمرو كان ظالم وعمرو تعدو كيف ظلمك، جا اللي قوى منه وخذ لك حقك منه. هذاك غير مرض، والمرض ابتلاء. كنت سمعت شي اللي وقع لي شحال هادي كنت غادي نفرح بزاف وغيكون عندي العيد، ولكن ديك مريم تاع شحال هادي ما بقاتش. وهادي اللي قدامك ما كتبغي لحتى شي واحد كيف ما بغى يكون المضره. انا ولدك من قلبي سمحت لي ونسيت شنو دار فيا، ما بقيتش هزه في خاطري لي، يعني غير يحي بالك من ديك الناحيه. اي والله يكملك بعقلك بنيتي، وخليتي ليا ما نقول من غير ولدي اللي خسرك. ماشي انتي، انا كون كنت في بلاصه سعود ما نغيب نهزك ونهرب بك، حيت عمرو يلقى خير منك. بنتنا مخطوبه وقريب عرسها، ولدك الله يشافيه ويجيب ليه محسن منه. ما نكروش لي دار وما يستاهلش عليه الغفران، ولكن الا كان رب الناس كيسامح شكون غنكونوا حنا قدامه. ايوا الزواج غير مكتب وما عرفتي الله شنو مخبي من هنا لقدام. نخليكم على خير، دخلت عليكم بالربح والصحه وطول العمر. قلتي نشربوا كاس اتاي في حقي، دخلتي لداري وما ذوقتي نعمتي، اديناها في الهضره وما درناش الصواب غير الضحكه باش استقبلتيني، كافيه لالا نزهه خليت لكم الراحه. رافقتها مريم تال لبرا وهي حابسه الهضره في جوفها، باغت تسولها وحشمانه خايفه تفهم غلط. في الاخر بلا ما تحس قالت كيف ولا هو شويه شنو كيقول الطبيب. واش غادي نقول لك ابنيتي، الا دوى ديك الشجره يدوي هو، الله يثاوب من عنده، الله يشافيه ليك وله لي يشوفك فيه الشر. امين ابنيتي امين، وحسنتي الله يخلي لك ولدك ويجعلوا ذرية صالحة إن شاء الله. إن شاء الله. مشات أم زيدان حانية الراس وقلبها محروق من زوج شوية على ولدها اللي مرمي في السبيطار، ما هو من الحين ولا من الميتين تبكي عليه ولا تدفنه، ولا على البنت اللي نور وجهها خلها تحصر على فعلة ولدها
وطول الطريق هي على فمها كلمة الله ينعل الشيطان ويخزيه. مريم كانت كساكي في الجنازة معاهم، ما دواتش وما خرجتش من فمها كلمة واحدة. عقلها مسافر وحاط الرحال عند الشغل بالها، وكتفكر في حالته، ما كراش تشوفه وتطمئن عليه تقول لي فيق، وكترجع تقول شكونتي ولا شنو بالنسبة ليه. سمعوا الجرس الباب، بغات نوض نزها تشوف شكون هي. تمنع مريم بيدها وقالت غير جلسي يا ماما انا غادي نحل. قدات شالها ومشات تشوف شكون، لقات نادية واقفة سخفانة وكتلهت باغا غتجلس. تسلموا على الوقف وما داخلين، داعبت مريم كرشها وقالت كيف داير حبيب خالته؟ بنوتة هاديك بنوتة. ابتسمت ردت عليها وقالت ايوا غير الخلقة مقادة ولي جابها الله مرحبا بيها. سلمت على امها وخالتها وجلسات حداهم تكي ظهرها على المخدة. اوف عيت اليوم الخدمة ما كتساليش، مبقتش قادة. ايوا خودي كونجي ارتاحي تتولدي. اوف رفعت حجبة وشافت امها بتشكيك من الجواب اللي قالت، وعرفت عقلها ماشي في بلاصتو. مالكم شي حاجة واقعة ولا مخباريش؟ شفت حالتكم ما هواش، اش كاين؟ ايوا عاد خرجت ماما تيدان. ويلي واش مينا؟ امينة امينة. حركت ليها مريم راسها بالايجابية، تكمل ديك الساعة وقالت وشنو جابها وشنو بغات؟ كل واحدة منهم عاودت ليها شوية حتى عرفت القصة كاملة. بقى فيها كيف ما كان الحال، خدمت هي وياه وكانت حطها في رتبة عزيزة. تأسفت لحالته وهي في واحد الخدمة ديال التفكير، شاف بالها مراد وقالت على هاد الحساب مراد كان عارفه ما قال لي والو. اشنو بغيتي يقول لك؟ الراجل اللي تحكي على بنت خالتك راه مريض وكيموت، وانا غنوقف معاه باش تلوميه وتخرجي عينك فيه؟ اصافي خلي لك الراجل حتى تقطع في القلب اللي فيه كافيه مهما كان هذاك 10 د العمر. بقى فيها الحال تكون اخر من يعلم يخبي عليها ومي شاطرهاش همو، ولكن ما بينش ما بيناتش حتى نطقت. يا والله يشافي هذا الشيء اللي غادي نقول. اصلا مريم صافي سمحات لي شحال هادي وقريب تزوج بعد، ولا شي يبقى يعذب ضميره. ما بقيتش غادي نتزوج. كيفاش؟ وعلاش بنتي مال هذا الشيء اللي بدراري صغار؟ شفتك يا ماما ما قلتي والو غير كتضحكي. ها ما كنضحكش عادي، الزواج راه قسمه ونصيب، ونصيبك مازال ما جا بنتي، الله يعاودك ما احسن منه. قالت لها عيشة ميقت فختها، شفتك عاجبك الحال اختي، بنتك صافي ما بقاتش غادي تتزوج وانتي كضحكي. يهديك الله خالتي وسمعي قبل ما تدوي، انا هادشي ما جاش مني، هو اللي عيط ليا وقال لي بنت الناس الله يسهل عليك. ايوا معليش كلشي بالمكتب لهلا يردو. تولات الايام وبالضبط 20 يوم، حال زيدان بقات كيف ما هي، ما كاينه حتى شي حاجه كتفرح من جهته، باقي حاطينه في الانعاش وداير ليه التيود الحلق وكيتنفس بالاكسجين. مينا خلات دارها وخدات شامبر في لاكلينيك مقابله الليل والنهار، ناصر مقابل اللي خدمته وكيدوز عليه في الليل. اما مراد يوميا داخل عنده ما خلاش نجبد ليه، كي جلس يدوي معاه في السوايع مره يعاود لي على ذكرياتهم، مره على عمته الصباح مره على مريم. وملي كيذكر هاد زوج الاخرين مؤشرات الحيويه كتطلع. كيف كل نهار جا مراد يشوفه وهو يتلقاه، هو يتلقى مع الطبيبه المكلفه بحالته وسولها عليه، دكتوره كاين شي جديد؟ كاين جديد، جيب الوالدة تاع زيدان وجيب عندي البيرو بغيت ندوي معاكم. حرك لها راسو مشى عند لالا امينه اللي كانت كتقرا في القران، سلم عليها وقال لها شنو قالت ليه الطبيبه. جمعات الوقفه ومراتها كتجري وكتقول يا ربي تسمعنا خير يا ربي. وصلوا البيرو القهوه كتسنى فيهم جار مرات الكرسي للام زيدان، تجلست وقالوها على الواقف ياك لاباس دكتوره، غير بغيت نقول لكم باللي غادي نحيدو التيود الفم اللي داير لمسيو زيدان. هي ولدي ولا شويه؟ شافت فيها بآسة وقالت بصوت حزين ما كرهتش الحاجة، نقول لك اه ولكن الحالة كتصعب. كلام طبيبة ونبرتها حسست مراد بالخوف وقال عقد حواجبه، وعلاش غتحيد له التيو اللي كانت حالته تصعب؟ ما فهمتش. اه انا غادي نفهمكم، التيو الحلق يخصو يبقى واحد المدة معينة وما يفوتهاش، حيت الله يستر الا بقينا دايرينو ليه ممكن يتسبب في عاهة مستدامة من بعد. بخوف نطقت امينه وقالت بشنو غتعوضه؟ غادي نضطر نتقبوا ليه الحلق وما عندناش بديل اخر. صدم كل من مراد ومينا، وتلاشت الفرحه اللي كانت بدات كتحس بها ملي سمعت يو يتحيد. عرفت الحاله ولدها ولات ميؤوس منها،
أمورها تحس بلي القضية غدا وكانت صعاب، ما كاينش بديل للأسف. لا مهم، قلت خاصني نعلمكم بهادشي باش نكونوا مستعدين. وامتى غديروا هادشي اللي قلتي يا دكتوره؟ حنا دابا ويكاند، غنخلي الاثنين ان شاء الله، يعني ابري دو جور. وقفت مينا بقناعه وريضه وصبر وقالت انا راضيه بحكمك وحمدتك يا ربي وشكرتك، حمدتك يا ربي وشكرتك. ومراد بيدورو تشكر طبيبه وخرجت تالف، وكيف كيقولوا لي تلفي شد الارض، واول كرسي جا في طريقه جلس فيه باش يستوعب شنو سمعه. اويلي غادي نديرو ليه ثقب في الحنجره، كان جاي عنده راش قاليه باغي غير امتى يدخل ويعاود ليه على محبوب قلبه، على عسى يجيب نتيجه تاع تصمك وليه الودنين بعد الخبر. جمع الوقفه وخرج على برا يكمل ليه شي قارو اللي تبلى به بزاف هاد الايام، المشاكل ومرت صاحبه رجعوه نصف ضعاف بزاف، والارهاق بان على وجهه. صونا ليه التليفون هزو يشوف شكون هو يلقاها، اميمه، واخا ما كانش في قانتو لكن جاوب. مشى ريح في كرسي في الشرطة تكى عليه ورد عليها، طالقة سبايكر وكتصاوب ليها قهيوة. خويا شفتك هاد ليا، انا اللي كنعيط عليك صافي، غير غبت من قدامي هنيك نسيتيني، راسي نسيتو هاد ليا، ما خلي على الله. دابا يولي شويه ما ديرش في راسك هادشي، وما تبقاش تلوم نفسك حيت خزمتي مع داكشي، راه كان لابد يبقى. خليك مني، عاودي ليا عليك كيف دايره طنجة، واللافة دقيقية مزيونة فيها ما يتشاف. تحل الباب وتسمع صفوت صفار ذكوري، صوت خطوات. هزات أمي ما يديها ودارت بإشارة باللي راه كدوي في التليفون، حس بهمسها مرات وينطق سيري سيري تتسالي مدوي، لقيتيني داخل نشوف زيدان. أمي ما كانت محوطة بين يدين بزوج من جهة خسرها، وليد الرجالية كتلعب في شعرها خلات التركيز يتشتت. وخا صافي سلم عليه، قطعو ميق التليفون قلب تأياب ولا فيها ما يتشاف. ناض رجع لداخل عنده لقى أمينة في بلاصتها فوق الكرسي كتستغفر عينيها عليه بس راسها، وقال سيري الشامبر ديالك ترتاح، انا غنبقى معاه شويه. هزت لي راسها بوخا وليدي، وناضت كتحس براسها عيات وخصها شي غمضه باش توقد. جر مراد الكرسي وقرب لزيدان درجل لرجل وبدا كيدوي كيف عادتو، حتى قلنا وليتي شويه ورجعتي صدمتي. مالك صاحبي، هذا هو جزائي، تخلي الدنيا التربية وانا اللي جاي فرحان نقول لك اخبار غتعجبك. درك راسك، بغيتي تعرف يا بسماليه، اليوم الصباح عرفت بلي مريم سخات الخطبه بصفه نهائيه مع عدنان، يعني الصحه خاويه ليك بالحق، الا بقيتي مطول في هاد النعاس ما نضمنكش. ونزيدك تاني، ديما كتسول عليك وباغا تعرف اخبارك، ولكن ما تقدرش تجي لعندك، راك عارفه صاحبي الدريه التزمات لدرجه السلامه ما بقاتش كتسلم عليا، وديما دايره الزيف حدايا وعينيها في الارض وصوتها ما كيعلاش. عارفه هاد اللحظه ما كرهتيش الشغوت وتقول لي ولاش تسلم عليك، ولا تشوف شعرها، ولكن بالعاني بغيت نيرفيك. بقى كيعاود لي عليها الحوايج اللي كيعجبو فيها، حيت عارف سيرتها كتحفزو. سلام الحديثه داز الناصر وقال لي عليه، والله صاحبي راه داخل سوق راسو، والخدمه واقفه عليها في حالك وكتر، دار عقلو ولا مسؤول وترجل على اللي قبل عينيها. صاحبي خصنا غير انت وتحلى الدنيا. في الظلام كانت ام امينه جالسه فوق ناموسيتها وكتقرا في القران بدون ملل، وما كاين ما احسن من كلام الله لشفاء النفوس. بلا ما تحس براسها جاتها فوت الناس ودات عينيها ومشات بها حتى جات فيها المرحوم الغالي الخليفي اب زيدان، جالس في قلب الصالون دارها القديمه بمدينه فاس، وشاده في يديه كتاب الله. على رجليه كان تكي راجل طول بعرض تحققت فيه لقاتو ولدها زيدان اللي كان ناعس ومستدرك بصباه، وهاد الاخير حاط يدي لراس ولدو كيقرا عليه آية من آيات الله عز وجل، اللي قال فيها وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون، صدق الله العظيم. من دروم كان كيسر الخاطر ويفرح لين، بقات حد يوم شحال كتبتسم حتى سمعت الآية الأخيرة وحلت عينيها بهلع، قلبها كيضرب، والرؤية وحلم اللي شافت خلعاه في شلال ركابي. حتى تكتب الله فوق الرف ولبست في رجليها وبدات كتجري الانعاش. وصلت حتى بيتو بلي هاد الضو شاعل فيه، كلشي تيتجارى، شي داخل شي خارج، كلشي كيغوت. انا خوا بيها رجليها وتخبطت للارض على طول تا تقول ان لله وانا اليه راجعون. قصت الارض كتقولها وتعيدها ظنا منها انه مات. فمها كان كيترعد من شده الخوف، ويداتها هما ذاتها بردت وفشلت. انتبهت لحالتها فهمت ميناش جاح تما، وحيت عزيز عليها للامينة وكتدور معاها، جات كتجري لعندها عاونتها حتى جلست فوق الكرسي بيا كتسول فيها، امالك الحاجة
ياك لاباس، هاكي شربي شربي. كضرب على ضرب حرقه في كتفك حتى حاجه ما تدوز ليها، واللي مشى وخلاني اختي. نعلي الشيطان على الحاجه، شكون قالها لك؟ وهما باقين تيهضروا تما تخرجه في رمليه من الانعاش وهي تشوف حالتها اللي كتضر في الخاطر. مشات لعندها باغا تدخل وتعاونها، ولكن عقل مينا غايب في داك اللحظه وحاضر في غرفه ولدها اللي بالها معاها بزياده، خايف يكون بصح مات. وخلاها احساس الفقدان غيقتلها. هزت الفرمليه راسها الفم ميناج وسولتها مالها شنو بقى ليها. راه باقي توفى ولدها سي زيدان اللي في داك الشامبر. شكون قال لكم هاد الهضره؟ شفتو مشى وخلاني وزلت هنا، شفتكم مجموعين عليه وكتجراو وصوت الالات كيغوت، وقلت صافي مشى. باسيس امان نطقت وهي شاده ليها في يديها ومصيره عليها. واش مات؟ ما عندك مناش خفي الحاجه. راه بالعكس من العشية المؤشرات الايجابيه عنده كيطلعوا، وحنا نقصوا ليه بزاف الادويه اللي كينعسوا، نشوفوا واش غيكون شي تحسن. الحمد لله بدا كيفيق كيتجاوب معانا. حل فيها بنتي، طلعت عليها عنقتها وكتبكي من الفرحه وكتحمد الله وتشكره، وكفوفها مهزوزين وعينيها كيبري، وحمدتك يا ربي وشكرتك، حمدتك يا ربي وشكرتك. رجعت شدت فيها به السيرية كتولي يعني قلتي صافي فاق ولا بخير رجع ليا. مشات طلع ورجعت لعندها كتقول، ولكن هادوك علاش مجموعين عليه؟ اش واقع؟ حيت الحاجة كيتحرك بزاف وما تقبلش التنفس الاصطناعي اللي داير ليا، شيء اللي خلانا نتدخلو. المهم عندك مناش تخافي، قدر من هنا لغدا يفيق. الله يا ربي الحمد لله. واش نقدر نشوفه ندخل عنده؟ من الاحسن لا، دابا كلشي خدام معاه. انا غنحل لك غير الشرجم شوفي منه، ما بقى قد ما فات، صبري معنا شويه. دورات من راس الجهه الشرجم حكى يدي على قلبها اللي كيضرب بالجهد. نصبر نصبر وبيلي صبرت على الكثير، بقى غير القليل طولت شوفها فيه. وما يبانوا ليه كيربطوا يديه ورجليه وهي تعقد حشبانها ودانت عندها ما فاهمه والو. علاش كسربطوها بنتي؟ وكيتحرك بزاف الحاجه وما متحملش تيود الحق ديري لي. داكشي علاش كيحزموا ليه يديه ورجليه حتى يحل عينيه نهائيا ويفيق من الغيبوبه بشكل تام. بفرحه الخبر من هز التليفون وعيطات الولد تفرحوا. تا هو كان في غرق الناس، عيان، الخدمه كثيره فوق راسو، واقف عليها سامح في كرشو ما مفرطش فيها، باغي الا فخوه يشوف فيه بعين فتاخره. سمع صوت التليفون ونتقافز لا هو لا هناء اللي كانت في جنبه امام اللي طلع ليه في الشاشه اسم ميمتي الحنينه فشلوا ليه رجليه، ما بقاش قدر يجاوب لا هو لا هناء اللي تبتات ويجاوب. شوف ناصر ان شاء الله غيكون غاكل الخير. ياك ما خويا مهتمي انا على الشيطان. زيدان صح ناصر، ويلي الوليد حلفي بالله صافي هاني جاي عندك دابا. خلى مرتو وبنتو البس اللي جا قدامو مشى طايل عندها. اما هي ورا ما قطعت معاه دوزت نمرات مرات تفرح، حتى هو سيغتو كان بالو مهول مع صاحبو. جا ناصر طاير ودخل بلهفة ووقف حداها بشوق كيعنق فيها وكيشوف خوه اللي طاقم الطبي دايرين عليه حالة مخليينوش بوحدو. مخشي يمينة فولدة حاطة راسها على صدرو كتقول ليه ما ترزيناش فيها ولدي، وحمدك يا ربي وشكرتك نجيتيه ليا. بقاو ضاحكين لاعبين واخيرا نجمعوا عليه، واخيرا الابتسامه عرفت الطريق ليهم والفرحه زارت قلبهم من بعد شهر تاع المعاناه. زيدان شخص مهم في حياه كل واحد فيهم، هو الاخ الاب ناصر، الشخص اللي كيلقاه ملي كيطيح، وفي الحياه امه اللي معوله عليه في كل شيء وبلا بيه كتكون سالفه. اما في حياه مراد فزيدان هو نفسه وراحته اللي كتكون مدوره بلا بيه. خرجت عندهم طبيبه من جديد وفرحتهم اكيد تعدى مرحله خطر، وممكن نقولوا من هنا 48 ساعه يولي احسن من قبل بزاف. شفتهم غير مقلقه شي حاجه ولا عيان ولا شنو؟ عادي الحاجه. الدم ديالو عامر نيكوتين اللي ما تلقاش مع اللي ما تلاقاش مع المهدئات اللي كنا كنعطيو، خصو يومين صفى الداتا ديالي واللي هو هذاك، ما غاديش تحولوه للغرفه العاديه. دهزت يومين ورا ما حل زيدان عينيه، كانوا مانعين عليه الزيارة الأسباب العصبية، ضيق النفس والهيا، راسو ما كانش حامل ولي يضحك معاه يخنزر فيه، عائلتو كيشوفو غير من الزاج. أما هو بقوة ما راسو ضرو ما كانش كيقطع حل عينيه، دوز العذاب وصبر ليه، واليوم والحمد لله عيقدو يشوفو ولا حسن بفضل الله وتعود الناس اللي كيبغيوه. مينا قلبها كيضرب وتمشي وتجي تسنى الأوكي من عند الطبيبة باش تدخل تشوف ولدها وتشبه عينيها بشوفتو كبدتها الحارة. زيدان بالنسبة ليها ماشي هو ناصر بلا تصبو وحده وما بحال وحد، وبالفعل جات طبيبتو اللي ولات بحال وحده من العائلة بفضل الأيام اللي دوزو. كانت هي الطبيب النفسي اللي غيشرف على حالته. الحاجة لبس عليك نقدر نقول لا سلامت ولدك وسلامتك. حسست بمينا بالفراشات كيلعبو في كرشها وفرحتها تعطيها لكل مهموم. الله يسلمك يا بنتي، بفضل الله فضلكم رجع بقى ليا.
أنا عارفة بلي مشتاقة تدخلي عنده وتدوي معاهم اليوم إن شاء الله. غنسمح لكم بزيارته غا، وعندي شي نقاط اللي خصني نوصي عليهم، وقولي هل سي مراد وناصر لأي واحد يجي يشوفه ياك لاباس. كنظن مع عائلته نتوما أدرب الأسباب اللي وصلوه لهذه الحالة، لهذا ممنوع كليا تجبدوهم ليه ولا تجبدو ليه أي سيرة تقلقوه. مثل فترة نقاهة هو متأثر بزاف، واخا كبير العكس مبغيناش يرجع يفقد الوعي ديالو، يتعايش مع الأوعية غير بمجرد أنه لقى راحته فيه. كون هاني يا ولدي، أنا غنوصيهم كلهم هنا يرجع يشوفنا دوك الأيام. بابتسامة هزرة سمشة والطبيبة رفقتها حتى الغرفة اللي فيها زيدان، وقبل ما تخرجت كتبت عليها التعليمات ومشات مخليها ورا الباب، حطيت على البوانيس ما تضحك على وجهها ودخلت بشوية. بلاص فوق سرير حاس راسو حاجز، ما قدرش ينوض، رجليه فاشلين عليه فعل الغيبوبة، راسو الوحيد اللي كيحركو كيف بغا. سمع صوت الباب دور جاي يشوف شكون لقاها، ما وضحك من عينيه وتنهد. جات لعندو كتجري وبغا ينوض يخشيها في صدرو وخانتو صحتو، باستو فراسو شمت ريحتو ما قدرش تشوف فيه. من بين شفرها ومن نص عين كيبان ليها ضاع في النص. حمد الله وقالت في سرها بلا ما تبين ليه، المهم كيبقى هو ودابا يرجع كيف كان. سمعت تحنحنتو يتبعت عليه، قلت قدامو خدت يدها باسة من الظهر والكف وحاطها جهة قلبه وقال بصوت خاشن، الوالدة تحشك بزاف، حسيت براسي شحال ما شفتك. اه ومن نبرة صوته ومن كلمات الوالدة كيف خرجت من فمه من كلامه اللي توحشات أمينة. هزت يدي عندها حطت على صدرها وزت راسها، حمد الله وشكره ودموعها بدو كتير، بدل الدمعة دمعات دموع وحدة فرحانة برجوع ولدها. نختيتها كانت كتطلع وتنزل فيها حتى قالت مشى بين يديها وربي حنتها وحنت كاع اللي دايرين بيه، وها هو دابا قدامها وحال عيني وكتشوف فيه الحمد لله.